مساء الخير أحبائي وأعزائي بالدموع، كنيسة الملاك ميخائيل تودع اثنين من خدامها في نفس اليوم. ودعت كنيسة الملاك ميخائيل اثنين من خدامها في نفس اليوم عريس السماء دكتور محب ممدوح والفقيدة الشابة نجلاء نادر توفيق أم لثلاثة أطفال في تجربة صعبة جدا وفوق الاحتمال، سائلين الرب أن يعطي ولأسرهم الصبر والتعزية. السبع شهداء جبل أنطونيوس، وفي سياق آخر قامت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا ثيودوروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك القرارات المرقسية لإحياء ذكرى الشهداء السبعة على جبل أنطونيوس. وقال سنكسار اليوم كتاب التاريخ الكنسي أنه في هذا اليوم تذكر الشهداء السبعة الذين استشهدوا على يد البربر على جبل القديس العظيم الأنبطونيوس أبو الرهبان. السنكسار هو كتاب يحتوي على السير الذاتية للآباء والشهداء، ذكرى الأعياد وأيام الصيام مرتبة حسب أيام السنة، تقرأ منه في الصلوات اليومية، ويستخدم التقويم القبطي والأشهر القبطية 13 شهرا، ولكل شهر 30 يوما، وآخر شهر مكتمل هو شهر المحنة، ويسمى الشهر الصغير التقويم القبطي. هو تقويم نجمي يتبع دورة النجوم والشهر اليمنية. والجدير بالذكر أن السنكسار مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض ويذكر ضعف أو ذنوب الآخرين بهدف معرفة حروب الشياطين وكيفية هزيمتها وأخذ العبرة، ومثال من الحوادث السابقة عبر التاريخ العصمة لله وحده، وما من إنسان على وجه الأرض معصوم من الخطأ من الأنبياء إلى المولود. ترتيب السنكسار، تم ترتيب السنكسار وفق أيام السنة بحيث يتوافق كل يوم من أيام السنة مع تذكار واحد أو أكثر، لذلك يقرأ السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في قداس لمعرفة حياة القديسين والشهداء في الكنيسة المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا ثيودوروس البابا بطريرك القرارات المرقسية نياحة القديس أبيب صديق القديس أبول، وكان كلاهما برئين أمام الله سائرين بطرق محبين الغرباء والقديسين، ولم يكن لهم ولد. ذكر مجمع تاريخ الكنيسة التي تتلي في صورة يومية على الأقباط والذي يحتوي على حقائق وأحداث وتذكارات مهمة في التاريخ الكنسي، إنه في هذا اليوم يشبه القديسان البران الأنبا أبول التشبه بالملائكة. وعاجل جدا إدوار يغير ديانته أو طائفته. شاهد رد إدوار الجريء على أنيس الدغيدي: ليه غيرت طائفتك الأرثوذكسية أو إلى الأرثوذكسية؟ كلام كشف الفنان إدوار عن أنه غير طائفي، غير طائفته الدينية بسبب ارتباطه بالفتاة التي كان يرغب بها في الزواج منها، ولكنه لا غير مبادئه، قائلا: أنا غيرت طائفتي الدينية عشان كنت بحب مراتي وعايز أتجوزها، وفي نفس الوقت شفت قد إيه هي كانت متسكة بالكنيسة والصلاة، ولقيت مستقبل اولادي الديني افضل. مع الفنان ادوار اوضح ادوار في لقاء ببرنامج شيخ الحاره والجريئه من المخرجه ايناس الدغيلي ان زوجته اكثر تدينا منه وتسببت في تقربه من الطائفه الارثوذكسيه، مضيفا: فكرت في مستقبل اولادي انهم لم يبقوا مع امهم، هيكونوا متدينين لما يكونوا معاها، وانا قريب جدا من الطائفه الارثوذكسيه ومبسوط فيها وبروح كل اسبوع في الكنيسه. وكن عن اتهامات استمرار في الوسط الفني بالواسطه، رد قائلا: عمر ما الواسطه هي اللي خلتني امثل، وكنت طول عمري انتظر التليفون يرن ويجي لي شغل، وانا مؤمن ان الممثل شغله هو اللي هيشغله، والناس اللي بتشتغل بالواسطه مش هتكتمل. مستشهدا على كلامه بتنوع المسلسلات والافلام وكميه النجوم التي شارك معهم ما يدل على جدارته الفنيه المسيحيه الارثوذكسيه، كما اعترف ادوار بان اعماله السيئه اكثر من الجيده في مسيرته الفنيه، ولكنه ايضا قدم اعمالا قويه وجميله على الساحه الفنيه، قائلا: عندي ادوار وحشه وادوار حلوه كتير قدمتها، ولكن ادوار الوحشه اكثر من الحلو، كما عبر عن عدمه على المشاركه في فيلم مهم، في فيلم قديم مع في عبده بسبب سوء السيناريو وعدم جاهزيته لبطوله الفيلم، وعبر عن عدمه على المشاركه في فيلم احاسيس، قائلا: يا ريتني ما عملت فيلم احاسيس وعمري ما اتكلمت عليه ولا كنت بحب اتكلم عنه، وانا عملته عشان مخرج الفيلم منتج كبير وطلب مني اعمل فيلم معاه وهو واقف جنبي في بدايتي بفيلم بحب السينما، واكد ان مشاركته في فيلم حسيس اثرت عليه وقللت من جمهوره، خاصه ان شريحه كبيره من جمهور اطفاله، مشيرا الى ان الفيلم فكرته جميله ولكن لا يليق بادوار. شكرا لكم احبائي، واكمل معاكم الفيديو. صباح الخير احبائي واعزائي، وكل عام وانتم بخير. عندنا كثير من الاخبار: السعودية تصدر فرمانا رسمي بمنع استيراد شجرة الميلاد السيد المسيح. تفاصيل تكشف لأول مرة عن لقاء قداسة البابا ثيودوروس بمرسي قبل 30 يونيو واستفزاز الإخوة المسلمين. أسرار وحكايات تعرض لأول مرة عن حياة البابا ثيودوروس ومحطات حياته ومدى تأثيره على الأقباط. قداسة البابا ثيودوروس يوجه رسالة للشعب المصري. البابا ثيودوروس أيضا رسالة شكر من البابا ثيودوروس للحكومة المصرية
ثلاث تحذيرات من قداسة البابا تودروس لجميع الأسر المسيحية. انقذوا جانيت تامر ويليام لهذا الخبر. رسالة مفاجأة من الدكتور مجدي يعقوب إلى محمد صلاح. دير البراموس لديه خبر مبجع بعد 62 سنة. تغيبت فتاة الطفلة إيريني عادل عزيز عن منزلها وطلبت صلاة من أجل رجوعها وطلبات المسيحيين. شاهد لأول مرة أكبر كنيسة في شبه الجزيرة العربية كيف يكون وكيف. السعودية تصدر فرمانا رسمي بمنع استيراد شجرة ميلاد المسيح. انظر كم تبقى لعام 2023 أحد الأسئلة الأكثر شيوعا في أذهان الجميع. الآن مع قرب انتهاء عام 2022 لبدء العام الجديد 2023 بالاحتفالات وإطلاق الألعاب النارية وتجمعات مائدة مع وجبات لذيذة والخروج للتنزه في المنتزهات والاستمتاع بالهواء الطلق. ومع اقتراب نهاية كل عام ميلادي تتساءل محركات التواصل الاجتماعي عن إمكانية استيراد شجرة عيد الميلاد المسيح للاحتفالات بنهاية العام كرامة لاحتفالات أصحاب الديانة المسيحية برأس السنة. وردا على سؤال الكثير من الأقباط حول إمكانية استيراد شجرة عيد الميلاد، أوضحت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك السعودية في رد سابق أنه ممنوع استيراد شجرة عيد الميلاد إلى المملكة العربية السعودية، وهذا ما قالته أيضا حنان ترك. هل من الممكن استيراد عيد الميلاد إلى المملكة العربية السعودية؟ وضحت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك السعودية ردا على سؤال حول مشروعية استيراد شجرة عيد الميلاد تزامنا مع الاحتفال بعيد رأس السنة، منعت بشكل دائم استيراد شجرة عيد الميلاد ابتداء من عيد الميلاد. وأوضحت هيئة الزكاة السعودية أن حظر استيراد شجرة الميلاد نابع من كونها تمثل شعارات أديان أخرى غير الإسلام. أثارت إحدى أشجار الكريسماس تساؤلات العديد من شعب المملكة العربية السعودية حول شرعية استيراد شعارات دينية غير الإسلام من الخارج، بعد أن تداول عدد من متداولي مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعموا أنها تصور شجرة عيد الميلاد موضوعة في مركز تجاري في المملكة العربية السعودية. ونشرت وكالة بلومبرنج في نوفمبر من السنة الماضية صور المظاهر احتفالات عيد الميلاد داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث قالت الوكالة أن الشعب السعودي يمكنهم رؤية أشكال عيد الميلاد بوضوح وزينة عيد الميلاد في المتاجر والمولات والمطاعم بسهولة وبشكل واضح دون إخفاؤها كما كانت عليه من قبل، وذلك ما جعل المملكة العربية السعودية اليوم السبت الموافق نوفمبر 2022 الإعلان عن منع استيراد شجرة عيد الميلاد بشكل نهائي. ووضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في بيان صحفي خاص لها أن المملكة العربية السعودية غير مسموح بها لاستيراد شجرة عيد الميلاد، أي شجرة الكريسماس وأي ما يشابه هذا وأي علامات ثانية ترمز لأي ديانة غير الدين الإسلامي. تفاصيل تكشف لأول مرة عن لقاء قداسة البابا داوود بمرسي قبل 30 يوليو. كانت ثورة 30 يونيو وستظل انفجارا في فتيرة كل رئات الشعب ومذاهبهم باسم الدين ضد الحكومة الفاشية وتطهير مصر لمن كان نائب احتكار السلطة. وكما استدل الصدارة على فصل مصدم في تاريخ مصر بإنهاء نهج المؤامرة الخارجية التي تبعتها الجماعة وأنصارها وأحد أسوأ مظاهر وإساءة استخدام السلطة. الباز يرشح كتاب سنوات من المحبة لله والوطن لقداسة البابا للقراء. رشح الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور لمتابعي قراءة كتاب سنوات من المحبة لله والوطن للبابا تودروس الذي أعدته شيرين عبد الخالق مع حوار إذاعي للبابا سجل خلال شهادته على السنوات العشر من 2012 إلى 2022. يقع الكتاب الذي حررته الإعلامية شيرين عبد الخالق في 310 صفحة، وكذا مقدمته المستشار عدل منصور رئيس الجمهورية السابق والذي وصف فيها قداسة البابا بأنه شخصية وطنية جذورها ضاربة في أعماق الأرض المصرية، وأنه رغم ما واجهه من صعاب كان رجل رابط الجأش لا تهز العواصف والنوائب مهما عظمت. ويحكى قداسة البابا لأول مرة تفاصيل لقاءه بالرئيس السابق محمد مرسي بعد توقيعه قرار ترسيم محاولات لماعة الإخوان التودد الظاهر للكنيسة وتجاهلهم لشكاوى الأقباط ومخاوفهم. ثم تفاعل الكنيسة المصرية مع الشعب المصري ضد حكم الإخوان خلال ثورة يونيو وكواليس مشاركة البابا لشيخ الأزهر في اجتماع الثالث من يوليو الشهير. وقال البابا تودروس الثاني في الفصل السادس والذي يأتي تحت عنوان عنق الزجاجة أنه بلا شك سيبقى في 2018 علامة فارقة في تاريخ مصر،
إذ جاء بمنعطف جذري في تطور الأوضاع في البلاد، إذ زادت هذا العام بشكل كبير حالة من الاستقطاب، وعاشت مصر أجواء انضبابية تحت حكم الإخوان. وتابع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية أنه بدأ هذا العام لدينا باحتفالات عيد الميلاد وكانت لها خصوصية كبيرة، لذا فهذه كانت المرة الأولى التي أقول بها صلوات ليلة عيد الميلاد القضائية، إلا أنها كانت طرحة مغلفة بالخوف وفرحة منقوصة بالأحداث المتسارعة، والعنف يزداد يوما بعد يوم ولا نعرف من وراءه تحديدا، وبعد الترويج لتعبيره طرف ثالث، ولكن من هو الطرف الثالث ومتى سنكشف ومتى تهدى الأمور؟ وتساؤلات كثيرة تتبادر إلى الأذهان، وتستمر الحياة ونمارس حياتنا بهدوء، ولكن الهدوء الذي يسبق العاصفة. فكنا نترقب ذكرى ثورة 25 يناير، وأذكر بهذا العام تحديدا طلبت مني الأجهزة الأمنية عدم الخروج من القضية في هذا اليوم، وبالفعل لم أخرج من المقر البابا نهائيا، وقمت بعمل زيارة داخلية للمركز الثقافي داخل أسوار القضية المركزية بالعباسية. وأضاف في هذه الأثناء ذكرت مجموعة من الزيارات الكنيسة السفير محمد رفاعي التطور رئيس الديوان، انزاكا بعض الشخصيات التابعة لجماعة الإخوان، وكانوا يريدون التواجد الظاهري لنا، وكنت أستشعر أحيانا أنهم يكتبون عنا تقارير. وفي مطلع هذا العام طلب عدد كبير من المسؤولين بالسفارة الأمريكية زيارتنا، وقد رفضنا في هذا التوقيت أي زيارة من هذا النوع في الأوضاع، وكانت متوترة للغاية، وكانت الرغبة واضحة لاستغلال الأقباط بالأحداث. والكنيسة المصرية كنيسة وطنية لا تنغمس أبدا في السياسة، واستمر تصاعد الأحداث وازدياد الغضب الشعبي، والذي بدأ التعبير عنه واضحا في شكل الاعتداء على مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وهنا الاعتداء على الرمز في عقر إدارهم. دعوة من وزارة الدفاع وتابع البوابة تودروس الثاني يقول: ثم يأتي الحدث الوطني الهام، وتلقينا دعوة من وزارة الدفاع والفريق أول السيسي لزيارة وزارة الدفاع، وقد قمت بتشكيل وفد مكون من 3 أشخاص أبلغهم بذلك، فقالوا: لماذا 3 فقط؟ ورفعت العد إلى 5، فطلبوا زيادة العدد فرفعته إلى 7، وطلبوا زيادة فوصلنا بالوفد إلى 12 شخصا. وأخذت معي كل أطياف الكنيسة واتجهنا إلى وزارة الدفاع، وكنا مدعوين للقاء لمدة نصف ساعة، فامتد اللقاء لأكثر من ساعتين. قبلت بحفاوة كبيرة، ودارت في هذا اللقاء مناقشات سرية للغاية عن مستقبل الوطن، واستشعرت أنه كان هناك رغبة كبيرة في التعرف على البطريرك الجديد. والأحاديث الكافة التي دارت في هذا اللقاء لم تكن بصيغة طائفية، ولكنها كانت بصيغة وطنية. وما أسعدني جدا في هذا اللقاء وطمأنني إلى حد كبير أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع إنزاكا كان حاضر الذهن بشكل لافت جدا، فكان حديثه دوما بالأرقام، وخرجنا من هذه الزيارة بطمأنينة غير عادية، وكنت أحدث نفسي قائلا: الحمد لله ما زال هناك من يخافون على الوطن. هزيان مرسي قبل 30 يونيو. ثم قام البابا تودروس بعدة زيارات خارجية كانت آخرها النمسا في هذا الوقت، يقول البابا تودروس الثاني: ثم عدت إلى أرض الوطن الجريح مصر لأجد انتشارا كبيرا لحملة هدفها جمع توقعات لعزل الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كانت تقودها حركة التمرد، وكانت حال الغليان ما زالت في الشارع المصري. ووصل كل هذا الغليان نرى الرئيس مرسي يقيم مؤتمر في استاد القاهرة للنصرة سوريا، وكانت القيادة تزداد لدينا، وكنت أسأل نفسي: لماذا ندعم سوريا الآن؟ والعبارة الشهيرة دعم الشرعية، وكلها كانت شعارات وعبارات جوفاء، وكنت أود أقول: واختار للرئيس مرسي بلدك أولى. ووصلت حالة الاستقطاب الشديدة والغليان والتظاهرات التي تمنع الشوارع، اتفقت مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن نزور الرئيس محمد مرسي لنقل له حالة الغليان الموجودة في الشارع لتصديح رؤيته. وتواصلنا مع الرئاسة، وتم تحديدها يوم 18 يونيو الساعة 4 عصرا، ولم يكن لدينا أي هدف من الزيارة سوى مصلحة البلد والإطمئنان على سلامة الوطن ومحاولة تهدئة الأمور، خاصة مع تصاعد حالة الغليان في الشارع المصري. وتابع وجلسنا معه في 4 حتى 5 عصرا، وعلى مدار ساعة كان يهزى بعبارات غريبة مثل: ضبطنا 600,000 قرص تمادول، وطلعة السلام يحدث بها بخر الماء، وهذا مشروع فاشل، وهذا مشروع ناجح، وأن هناك ترفض العمل معه في الحكومة. وبعد ساعة كاملة وهو يتحدث نظر في الساعة، وكانت تشير إلى 5، وقال لي: أتفضل أكلم. فتحدثت بألفاظ هادئة وقلت له: هناك حال الغليان في الشارع، وأرجو أن يكون هناك نوع من المساواة في القرارات. فقال لي: مثل ماذا؟ وريت له بنت قبطية بمدرسة الأقباط اسمها ديميانا، اتهمت بازدراء الأديان بحكم عليها بالسجن 3 سنوات وغرامة 100,000 جنيه. وفي الوقت نفسه هناك شخص مسلم أهان الإنجيل في القاهرة وحكم عليه بغرامة 5,000 جنيه،
وحينما روايته علي هذه القصة كنت أتطرق لقيمة العدالة وعدم ترك بذرة لأي فتنة طائفية، وأقبل أن أكمل حديثي وجدته يباغتني بقوله أنا أدفع 100,000 جنيه حين سمعته يرددها أسقط بيدي، واستشعرت وقتها أنها لا توجد فائدة وأنه في واد آخر وأن شواغل الشاعر وغليانه لا يعين بشيء. ثم أذن لفضيلة الإمام بالتحدث فبدأ حديثه حالة الغليان في الشارع، ثم تحدث عن تجاوزات حق الأزهر الشريف وممارسات ضد أماكن إسلامية وفتح الطريق أمام الشيعة، واستمر اللقاء ساعة أخرى. وقبل أن نغادر سألنا ماذا سيحدث الرئيس يوم 30 يونيو، فكان رده يدل على أنه مغيب وغير مستوعب لما يدور حوله، حيث قال سيأتي يوم واحد ويوم اثنين عادي. فخرجنا من هذه المقابلة نتضرع إلى الله أن ينقذ مصر. واستكمل أنه من الأشياء الغريبة التي أصرت عليها الرئاسة عند ذاك ألا نغادر سويا أن وفضيلة الإمام سويا، وأن يغادر كل منا في سيارة منفصلة. كنت أشعر بأن العلاقة الطيبة مع فضيلة الشيخ الأزهر تقلقهم ولا تأتي على هواهم، وان طلع لدينا هذا أن هذا الشخص المغيب ربما عن قصد أو دون قصد، وأنه ليس له من دونه الله كاشفه. هذه من ضمن الأخبار. وأخبر آخر، أسرار وحكايات تعرض لأول مرة عن حياة البابا تودروس ومحطة حياته. ماذا بعد؟ يصادف اليوم 4 نوفمبر 2022 الذكرى العاشرة للقرعة الهيكلية لاختيار قداسة البابا تودروس الثاني البابا والاسكندرية وبطريرك القرطة المركزية ليكون البابا رقم 118. ولد قداسة البابا تودروس باسم وجيه صبحي باقي سليمان يوم 4 نوفمبر عام 1952، وهو من مواليد محافظة الدقهلية وسط أسرة مسيحية متدينة، وبذلك وبتلك العائلة عدم كبير من الآباء كان، والكبيرس ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وهو يغد الأخ الأكبر لأخواته، وتعلمت والدته التعليم الأولى داخل دير القديسة دميانة، وتعد الأخت الصغرى لأخواتها، وتنقلت أسرته بين المنصورة وسوهاج ودمنهور، وأخيرا استقرت بالإسكندرية. وتنيح والده قبل الحرب بيومين بتاريخ 3 يونيو 1967. بدأ الخدمة الصيفية في أولى ثانوي عام 1968 بكنيسة الملك الإسرائيلي بمحافظة دمنهور، وتخرج بدرجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة الإسكندرية 1975 مع مرتبة الشرف. وفي عام 1975 رسم سكرتير خدمة كنيسة الملك بدمنهور جاهلا في ذلك الوقت، ورسم أغنسطس يوم 27 سبتمبر من نفس العام على يد الأنبا بخوميس. حياة البابا تودروس، حصل على بكالوريوس في العلوم الصيدلانية عام 1975، وحصل على منحة دراسية من جامعة الإسكندرية في الصيدلة الصناعية 1979، وحصل على شهادة في اللاهوت من كلية اللاهوت بالإسكندرية سنة 83، كما حصل على زمالة منظمة الصحة العالمية دراسة مراقبة الجودة، وحصل على درجة الدكتوراه بتصنيع الأدوية من مستشفى تشرشل في إكسفورد بإنجلترا سنة 85، ودرس علم إدارة الكنيسة في معهد هاغاي بسنغافورة سنة 99، وحصل على الدكتوراه الفقرية من جامعة بني سويف لتعزيز السلم الاجتماعي عام 2015. وذهب قداسة البابا تودروس إلى دير الأنبا بشوف بوادي نترون بيوم 20 أغسطس عام 1986، وهذا كان في وقت صوم السيدة العذراء مريم، وظل طالبا للرهبنة لمدة سنتين تقريبا، حيث رسم الرهبنة يوم 31 يوليو 1988 الموافق يوم الأحد. انتقل للخدمة في محافظة البحيرة بإبرشية البحيرة بدمنهور بعد شهرين من رسامته القانونية يوم الخميس الموافق 15 فبراير سنة 90، ثم حصل على رتبة أسقف في 15 يوليو سنة 97 عيد العنصرة. وبعد رحيل البابا شمودة الثالث يوم 17 مارس 2012 عن عمر يونايس 89 عاما، ثم جرت القرعة على الهيكلية في 4 نوفمبر 2012، واختار الله الأنبا تودروس البالغ من العمر 60 عاما ليكون بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المركزية عام 2018. ولدينا أي قداسة البابا تودروس يوجه رسالة للشعب المصري؟ ماذا يوجه؟ قال قداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك القرازة المركزية أن كل الدعوات الهدامة التي تطلق بأي شكل من الأشكال محدش يسمعها أو يسمع لها ولا يعطي لها أذانه إطلاقا، لأن هدفها تدمير الوطن، المهم هو سلامة الوطن وأمن المجتمع. جاء في ذلك قبل أن يلقي قداسة البابا تودروس وعائزة الاجتماع الأسبوعي يوم الأربعاء التي ألقاها البابا تودروس من المقر البابوي بالقاهرة الليلة الماضية. وأضاف قداسة البابا تودروس أن الرجل الحكيم لا يفاقم الأزمة بالأزمة، يفكر كيف يمكن حل الأزمة بالحلول المبتكرة، ونحمد الله أن موضوعات الصناعة حدث فيها تطوير وابتداع وتجديد، والمبادرة الرئيسية أبدأ وهي مبادرة قوية للغاية، وقد تخرجنا دائما من هذه الأزمات. سيكون من خلال الصناعة والمصانع وعمل الأشخاص الذين يعملون هناك والعمال والإنتاج والتصدير، وهذا ما سيحل مشكلة بلدنا. وفي سياق آخر، قال قداسة البابا تودروس الثاني في يوم الأربعاء من كنيسة القديس أنطونيوس بالمقر البابوي بكنيسة العباسية: الآباء الذين يرفضون أبنائهم، وهذا الأب لا يختار من ابنه أو ابنته ولا يمد لهم أي اهتمام أو مودة مرفوضة للأسباب التالية: ينتظر الأب أن زوجته تنجب به ولدا، ولكن المرأة تلد فتاة، وفي بعض الأحيان يحدث العكس. طبيعة تربية الأب والتمييز بين أن أنجب ولد أو أنجبت بنت
أن يأتي أطفالهم في وقت غير صحيح، جاب طب في وقت توجد به مشاكل بين الأب والأم، كثرة الأطفال مما يجعل نصيب كل منهم صغيرا، الزواج الإجباري من الأم إلى الأب وبدون حب يكبر الطفل في جو من الرب، اهتمام المرأة الكبير بالابن وإهمال الزوج. هذه السلسلة تعد الثانية للعائلة المسيحية بالتزامن مع انطلاق عام أسرتها المقدسة، والذي كان بتوصية من المجمع المقدس في يونيو وترشيح المبادئ المسيحية القائمة عليها، كما ذكر حضراته في بداية السلسلة الأولى يوم 15 يونيو. خبر آخر، رسالة شكر من بابا تودروس للحكومة المصرية لهذا السبب. يشكر قداسة البابا تودروس الثاني بابا وتركة الكرازة المركزية، ووجه الشكر للحكومة المصرية إقامة المؤتمر الاقتصادي الأسبوع الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأكد قداسته في عزة الأربعاء أنه يريد أن يوجه الشكر لكل من الحكومة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل الشكر على في المؤتمر حزمة من المساعدات والمعاونات الاجتماعية التي تساعد الشعب لمرور هذه الأزمة الاقتصادية. ثلاثة تحذيرات من قداسة البابا تودروس لجميع الأسر المسيحية. ماذا حذر؟ ألقى البابا تودروس الثاني عزة الأربعاء من كنيسة ماري أنطونيوس في المقر البابوي العباسية، وأكمل البابا تودروس السلسلة التعليمية قاموس الدقيقة وتناول جزء من الرسالة، وقال إن النوع الأول هو الأب الذي لا يعير ابنه أي اهتمام أو مودة ويرفض الابن أو الابنة، مشيرا إلى أنه أسبابا رفض الأب لابنه وهم أنظروا أن تلد طفلا أو يرئي للطفل، وهذه تعتبر مأساة. التمييز بين الأبناء، ليس لابد من علينا أن نميز بين الأبناء إن سواء كانت طفلة. انقصوا جانيت تامر ويليام القصة الكاملة لحادث الطفلة جانيت وأول صور لها. قصة انتشر منشور بقوة الساعات القليلة الماضية على صفحات وجروبات موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن حادث بشع كانت ضحيته طفلة صغيرة تدعى جانيت تامر ويليام، وتفاعل رواد السواسل الاجتماعي حالة الطفل جانيت تامر بسبب ما حدث لها. جانيت تامر ويليام هي طفلة جميلة ذهبت في رحلة إلى بانوراما 6 أكتوبر ولم تكن تعلم أن القدر يخبئ لها مأساة لم تخطر ببالها أو ببال أهلها، حيث قام بمعجبتها كلب وأحدث بها جروح بوجوه، وقال البعض من شهود العين أن هذا الكلب ضال وقد يكون بنسبة كبيرة مسعور. وعلى الفور ذهب بها أهلها إلى مستشفى حماية المظهر العسكري وتم إسعافها بالمصل الوقائي وليس العلاجي، أي ليس الذي يخص العلاج من عقر الكلب، وذلك بالإضافة أنه كان مفترض أن يتم حقن الجروح بالمصل قبل أن يتم تخبيتها، الأمر الذي سبب لجانيت في بكتيريا بالدم وصلت إلى مخها بإصابتها بالتهاب شديد. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، ولكن وصل الفيروس الكلب إلى مخ الطفلة وتم إصابتها بالتهاب شديد وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي. وبعد وضع الطفلة جانيت على جهاز التنفس الصناعي لم يستجيب حالتها لأي علاج، بالعكس تدهورت حالتها وأصبحت خطرة، كما أصيبت جانيت بمرض السعار نتيجة لعقر الكلب الضال لها. وبالبحث عن علاج لحالة جانيت ويليام تم بالفعل الوصول على علاج لحالتها، ولكن خارج البلاد، وتحتاج الطفلة جانيت تعمل الإقرار من الدولة لعلاجها وسفرها للخارج لعلاجها على موقع الدولة، وربنا يعين الكل. ومجرد نشر حالة الطفلة جانيت تامر ويليام مصحوبة بصورها قبل وبعد الحادث تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة الطفلة نظرا لحادثة سنها والحالة المأساوية التي ظهرت بها في الصور، وقاموا بتدشين هاشتاجات لكي يستجيب أحد ويساعد جانيت. وهو كان أول هاشتاجات هو هاشتاج انقذوا جانيت ويليام تامر ويليام، كما ناشد البعض الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدخل لإنقاذ حياة الطفلة وإصدار قرار بسببها للعلاج بالخارج. لدينا خبر آخر، رسالة مفاجئة من الدكتور مجدي يعقوب إلى محمد صلاح. ماذا؟ أكد الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي رمز كبير في مصر والعالم، وضح أن مو صلاح تبرع بكافة متعلقاته بالنادي الإنجليزي لأنهم يشاركون في نفس الرسالة. ووجه الشكر محمد صلاح والنادي الإنجليزي على تبرعه بالتيشيرت الخاص به وبيعه لصالح مؤسسة مجدي يعقوب، وضح أن ما فعله مو صلاح يعطي شعور بالانتماء، وكان اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي تبرع بالتيشيرت الخاص به لصالح مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب، وتم بيع التيشيرت في حفل احياء المطرب محمد حماقي باغنيه جمد قلبك، والتي تفاعل مع السير مجدي يعقوب بشده، والتي اداها النجم محمد حماقي قبل سنوات لصالح مؤسسه مجدي يعقوب. وفي سياق اخر، مجدي طلبه نجم نادي الاهلي السابق ان محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي قائد المنتخب المصري مصدر فخر لكل المصريين، خاصه انه يستطيع اداره موهبه نفسه ويعلم جيدا ما يريده ليصل اليه. واضاف مجدي طلبه خلال تصريحاته مع الاعلام يعني حتحوت ببرنامج الماتش المذاع، وانتقد مجدي طلبة وكلاء اللاعبين في مصر حيث وصف كثيرا منهم بالسماسرة. لدينا خبر آخر، دين البراموسي ودعوا على رجاء القيامة القمص يؤنس بعد 62 سنة من حياة الرهبنة. ركض في الرب
بشيخوخة صالحة اليوم الأب المبارك الرابع القمص يؤنس البراموسي عن عمر تجاوز 89 سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة حوالي 62. ولد الأب يؤنس بقرية بليوت في مركز القصير محافظة الأسيوط 10 يوليو 1933 تحت بذر البرموس بوادي النطرون في 5 أغسطس 1960 وأصبح رهيبا ب 9 نوفمبر من نفس العام. الرابع القمص يؤنس البراموسي حصل على درجة القانون في عيد السيد العذراء سنة 64 ورتبة الكائن في نفس العام في 29 نوفمبر. بدأ خدمته ببرشية المنوفية سنة 65 وبعد ذلك أصبح وكيلا لبرشية المنوفية حتى رحيله. قدم قداسة البابا تودروس خالص تعزيه إلى نيابة الأنباسي سيرفوس الأسقف رئيس الدير البراموس وإلى مجمع ربان الدير في عزاء الأب الشيخ راهب الرب الراهب القمص يؤنس البراموسي طالبا لنفس الأب المتنيح بهرم وراسه في مجمع الأبكار. خبر تغيب الطفلة الفتاة القبطية إيريني عادل عزيز عن منزلها وطلبت سلامة من أجل رجوعها. ماذا؟ من خلال موقع التوافق فقد تم مراسلة صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث طلب منا أحد أعضاء الصفحة نشر طلبة سلامة من أجل رجوع ابنتها أو ابنتنا إيريني عادل عزيز وهي التي تغيب عن منزلها تغيبت عن المنزل وهي قد خرجت من المنزل من خلال يوم الاثنين الماضي والموافق 31 من شهر أكتوبر الماضي من خلال الساعة 8 صباحا حيث أن ابنتنا لم تعد إلى المنزل وذلك حتى الآن. ونطلب من جميع القراء ومن جميع أعضاء الموقع وأعضاء زوار الموقع ونرجو أيضا إلى كل من يتعرف على أي طريقة من الطرق سوف يتم الاتصال والتواصل معنا من خلال 0-104-678-32. وكل الشكر. وهذه صورة ابنتنا المتغيبة إيريني عادل عزيزة هي كما بنفس الملابس الموجودة في الصورة المرفقة بالخبر. نرجو التواصل مع إدارة الموقع أو الاتصال فورا على هذه الأرقام ونرجو من أن جميع الأشخاص المعرفين على الصورة الخبر التعرف والاتصال. وكل الشكر والتقدير لكم وكل المحبة لكل محبي القراء. شاهدوا لأول مرة أكبر كنيسة في شبه الجزيرة العربية. ماذا قال؟ يعتزم البابا فرانسيس اليوم الخميس زيارة مملكة البحرين هذه فيها هي الزيارة الرسولية 39 للبابا الرابعة خارج إيطاليا هذا العام وتريد أن تكون مرحلة إضافية ثمينة وهي رحلة الأخوة والتفاهم في نمو وتكسيب العلاقات مع العالم الإسلامي ومثلي بهذه الكلمات. قدم ماسيو بروني مدير إدارة دار الصحابة للكرسي البابوي الرسولي زيارة البابا فرانسيس إلى البحرين خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين يزور البابا فرانسيس الجمعة المقبل قضايا سيدة شبه الجزيرة العربية المشاركة في لقاء مسكون والسلام من أجل السلام بعد القول الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وأعضاء مجلس حكماء المسلمين قضايا سيدة العرب بالبحرين. قضايا سيدة العرب هي أكبر كنيسة كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية تم افتتاحها بديسمبر الماضي في منطقة العوالي جنوب العاصمة البحرينية وتحتوي القضايا الجديدة على 2300 مقعد وتضم كابلا يحفظ به تمثال السيدة العذراء حامية شبه الجزيرة العربية. ثم تم بناء المبنى على قطعة أرض تبرع بها الملك حمد ابن عيسى الخليفة وتقع في المنطقة الأولى حيث يعيش عدد كبير من المهاجرين العاملين في مصافي النفط المحلية. عندما بأن الأجانب يشكلون أكثر من نصف سكان البحرين البالغ عدد 1.5. أكبر كنيسة في شبه الجزيرة العربية قضية سيدة العرب تحتوي القضية الجديدة على 2300 مقعد وتم بناء المبنى على مقعد قلنا وينتمي المسيحيون إلى طوائف كثيرة في هذه الكنيسة. كل الشكر وكل التقدير. وزي ما قلنا عندنا أخبار جميلة ويعني مش عارف اقول ايه لكن كل انا بدعوه انا بطلب منك تدعمنا وتشترك في القناة قناة الملك الامير التي تسعى دائما الى كل ما هو جديد وجديد. شكرا لكم. مساء الخير أحبائي وأعزائي. واليوم قرار المحكمة اليوم في قضية الطفل شنود التي شغلت الرأي العام. قررت المحكمة الابتدائية بالمحكمة الإدارية برئاسة المستشار أحمد عبود والتي رفعتها عائلة مسيحية المطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنود إلى الإسلام وليعيدوا إليهم بصفة أولئك الذين قاموا بتربيته. والقرار كان رائع وصادم في نفس الوقت. قالت الأسرة في الدعوة المرفوعة أمام المحكمة رقم 7338 لسنة 76 إنهم عصروا أو عصروا في عام 2018 على مولود لسه مولود في أحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم وهي إحدى كنائس الزاوية الحمراء بالقاهرة. وإن كان هناك شهود مسلمون وشهود أقباط عندما خرجوا مع الطفل ووضحوا أنهم قاموا بتربية الطفل ورعايته حيث لم يكن لديهم أطفال
ولكن بسبب خلافات المراه بين الزوج وابن اخته، ولانها تعتقد ان هذا الطفل الصغير سيأخذ المسرس ولا يعطيها منه، ابلغت قسمه الشرطه ان هذا الطفل لم يوجد داخل الكنيسه بل خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب. ونتيجة لذلك أصدرت نيابة الشرعية قرارا بأخذ الطفل بعد قرابة 4 سنوات من تربيته ورعايته، وأعطاه كل حنان الأمومة والأبوة وتعلق الطفل بهم بحسب المحكمة. وقالت الأسرة بالدعوى أن القرار تضمن أيضا وضع الطفل بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي وتغيير اسمه من شين إلى يه، من شنودة إلى يوسف يعني، وتغيير دينه من مسيحي إلى مسلم بدون أي إثباتات من القانون، لأن مواد القانون كانت خالية تماما من هذا. هناك ما يلزم لإعطاء اللقيط أو مجهول الأبوين اسم المسلم وديانة إسلامية، المادة الثانية من الدستور، وبخصوص المادة الثانية من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغة رسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. قالت الأسرة بدعوى أن الدستور المشروع وليس القاضي، ومفيش قانون بيقول أن اللقيط ديانته الإسلام. وقالت إنما يثبت أن الدستور موجه للمشرع وليس للقاضي هو أنه على الرغم من أن المادة الثالثة من الدستور تنص على أن المسيحيين واليهود يحتكموا بقوانينهم الخاصة في شؤونهم الشخصية، فإن المسيحيين يتذرعون دائما بأحكام القانون في الميراث حسب الشريعة الإسلامية، الذين يعتبرون الذكور ضعف الإناث، لأن المشرع لم يوضح قانون بيقول أن الميراث بين المسيحيين متساوي وفقا لشريعتهم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي. وأصدرت المحكمة قرارها القرار الصادم والمفاجأة. ما هو القرار؟ للأسف الشديد تأجيل الجلسة إلى 17 ديسمبر، وربنا العين المعين والمستعان، وشكرا لكم.